بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور صبري ضد أخصائي النسائي والتوليد. اليوم حاب أتكلم عن موت الجنين داخل بطن الأم بعد 24 أسبوع، أو بسموها intrauterine fetal death، يعني موت الجنين بعد 24 أسبوع من الحمل. موت الجنين للطفل داخل بطن أمه بعد 24 أسبوع تنقسم إلى سببين. السبب الأول أسباب تتعلق في الأم، السبب الثاني أسباب تتعلق في الجنين. أسباب تتعلق في الجنين مثل التهاب دخل الرحم وأدى إلى التهاب في الجنين وحصل عنده موت، بسموها congenital infection. السبب الثاني congenital malformation، يعني الطفل فيه تشوهات خلقية. طيب احنا هذول كيف ممكن نتداركهم؟ نتداركهم انه نعمل لكونجنتال مالفورميشن، نعمل صورة 4D ألتراساوند على الأسبوع من 18 ل 20 أسبوع بلس 6، يعني على 18 أسبوع ل 20 أسبوع 6 أيام بنخلي الستات تعمل فحص 4D ألتراساوند حتى نتأكد انه ما في عندي تشوهات خلقية داخل الجنين، حتى نتدارك حدوث موت الجنين في الحمل القادم. congenital infection هاي ممكن تتابعها، او التهاب او جرثومه دخلت للطفل داخل بطن امه ممكن تتابعها في فحص الدوري لحجم الجنين ونمو الجنين على الالتراساوند. مثلا هي الست مثلا اخر دوره لها في اليوم الفلاني، المفروض البيبي يكون مثلا 20 اسبوع، نفحص احنا حجم الراس، حجم محيط الفخذ، حجم البطن، ونشوف هل هذا يتوافق مع عمر الجنين من اخر دوره ولا لا. اذا كان في تقصير في هاي الفتره في هناك فحوصات اخرى بنعملها، لكن كل ما في فحص مستمر لنمو الجنين والفرق بين اخر دوره وحسب ما هو طالع على الالتراساوند هذا بيعطينا مؤشر جيد لحاله نمو الجنين ووزن الجنين. طيب ماشي، امور تتعلق في الام. أول سبب أكثر من 50% من الأسباب مش معروف شو السبب، البيبي بيموت داخل بطن أمه لكن مش معروف شو سببه، وهذا بشكل أكثر من 50%. السبب الثاني سكر الحمل، أو السكر اللي بيكون موجود عند الست حتى قبل الحمل. السكري بيزيد عند الست اللي كان عندها تاريخ مرضي إنه يصير في عندها موت للجنين، بيزداد 4 أضعاف. عشان هيك بدنا فحص دوري للسكر في الدم للستات اللي عندهم تاريخ مرضي انه البيبي توفى في داخل بطنها. السبب الثالث تسمم الحمل، عشان هيك كل زياره لازم الست تعمل فحص لضغط الدم حتى ما يصير تسمم حمل، او نتدارك لو صار حتى ما يصير وفاه الجنين داخل البطن الام. السبب الثالث عدم انتظام الغده الدرقيه، thyroid dysfunction. عشان هيك الستات بنطلب منهم فحوصات على الاقل مرتين خلال الحمل حتى نتاكد انه ما في عندهم اضطرابات في الغده الدرقيه اللي ممكن تسوي وفاه للجنين. السبب الثالث انفصال في المشيمه، بلاسينتا ابراكشو. اذا انفصلت المشيمه اللي هي بتغذي الطفل ممكن انه الطفل يموت، ومن اسباب انفصال المشيمه تسمم الحمل. السبب السادس ممكن الست ينزل الحبل السري، ينزل زي كأنه ولادة الحبل السري، وهذا الحبل السري هو اللي بيغذي الجنين، فإذا انكمش ونزل ممكن يموت الطفل. وبرضه إذا كان الحبل السري داء يعني لافف على الطفل بشدة ممكن إنه يموت داخل بطن. طيب شو المخاطر اللي ممكن تصاحبنا لست قررت تحمل بعد إنه ما صار في عندها موت للجنين داخل بطنها؟ نحكي لها انه ممكن هاي العملية لا سمح الله لا قدر الله انها تتكرر بنسبة 12 ضعف، عشان هيك مع الفحوصات الدورية ممكن نسويها نقلل هذه النسبة. ممكن يصير معها سكر الحمل ضرب 4 أضعاف، ممكن التهاب السائل الأمنيوسي حوالين الجنين يزيد، ممكن انفصال المشيمة يزيد، ممكن تسمم الحمل يزيد، ممكن التهابات من الأم تدخل وتأثر على الطفل بتزيد. عشان هيك هدول الستات بدهم عناية خاصة ومتابعة جيدة حتى لا سمح الله إنه يتكرر معهم هذا الموضوع كمان مرة. هذا بشكل مختصر شو أسباب موت الجنين داخل بطن الأم
وبدنا نحكي شغله بسيطه، انه بعد 24 اسبوع اذا الست حست في حركه، في قله حركه في الجنين، تتراجع طوارئ المستشفى او طبيبها فورا اذا كانت قلت حركه الجنين. وهذا احسن مؤشر انه يعطيني فكره اذا الجنين راح يتوفى في بطن امه. هلا بعد ما يعني حركه الطفل قلت، الطبيب ممكن يعمل تخطيط للجنين، لكن التخطيط للجنين لا يكفل وضع الطفل في الايام المقبله. لذلك احسن مؤشر هو حركه الطفل داخل بطن امه، هذا احسن مؤشر. واذا قلت يتراجع الطبيب فورا حتى يبحث عن السبب ويولد، اذا كان في هذا اذا كان في يعني انديكيشن انه يولد، اذا كان في متطلبات انها تولد في اي عمر، سواء كان 27 اسبوع، 30 اسبوع، 38 اسبوع، اذا كان في اي خطر من الاسباب اللي حكيناها لازم انها تولد الست حتى نتدارك قبل حدوثه. وهذا بشكل مختصر عن موت الجنين خلال بطن في بطن الام بعد ال 24 اسبوع. هذا ملخص سريع، وان شاء الله يكون مفيد ويعطيكم العافيه.